رعاية نوفل توتال هوم كونسبت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، كل عام وانتم بخير، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال. مشاهدينا نرحب فيكم في برنامجكم نعمة دائمة، برنامجكم طبعا احنا متواصلين مستمتعين باتصالاتكم مشاهدينا. بالأمس كان عندنا عديد من الاتصالات، منهم فازوا بعزومة في مطعم المندوس شخصين لثلاث أشخاص. فمشاهدين احنا ننتظر اتصالاتكم على اساس تعطونا ارائكم وافكاركم واقتراحاتكم. اليوم ان شاء الله راح نعمل شوربه المينستروني، شوربه ايطاليه، شوربه مشهوره كثير، هي مليانه بالخضار الالوان الحلوه. وبعدين راح نعمل الريش، الريش اكيد كل واحد يحب ريش طبعا، وخاصه الحين العيد جاي طبعا بتاخذون الخروف، الريش صوب طبعا، لحم الشوي بصوب، لحم الشوى بصوب. ف مشاهدينا راح نعمل الريش بطريقة جدا مبسطة مع الخضار، بعدين راح نعمل صلصة الدجاج مع الفطر. بس خلونا أول شيء نبدأ بعصير مثل ما عودناكم. عصيرنا اليوم راح يكون شيء ريفرش، يعني إنه الواحد إحنا في الصيف الحين، الواحد بعد الصوم والحر وشيء، فقلنا اقترحنا اليوم إحنا نعمل عصير جدا بسيط اللي هو عصير التفاح مع مياه فوارة. خلونا نبدأ نعمل العصير. طبعا عندنا عصير تفاح وعندنا اللي هي مياه الفوارة، تقدرون تستخدمون المياه الغازية اللي هي مثلا 7 أب، بس احنا في رمضان ما نستخدم المياه الغازية كثير، يعني نقدر نستخدم في مياه منكهة بالتفاح بالمشمش أو بالخوخ أو بالفراولة، تخلطوها مع عصير التفاح. الطريقة جدا سهلة مشاهدينا، بس راح أول شيء راح أبدأ أزين أول شيء الكاسة. عندنا تفاح أخضر، تقدرون تستخدمون تفاح أخضر أو تفاح أحمر. إذا حابين تعطوها نكهة تحطون نعناع، ضيفوا لها نعناع. بهالطريقة بهالطريقة مشاهدينا، وبعدين نضيف هذه مياه فوارة. عصير تفاح مثل ما شايفين مشاهدينا، صحتين وعافية. هذا عصيرنا لليوم. طبعا بعد كذا عندنا طبعا عندنا شوربة المينستروني. شوربة مينستروني جدا سهلة وبسيطة مشاهدينا، ما عليكم إلا تتبعون الخطوات المقادير. نشوف المقادير ونرجع.
مشاهدينا بعد ما شفتوا المقادير على الشاشة الحين راح أبدأ تحضير الشوربة. طبعا راح أبدأ أول شيء بصل والكرفس والكرات، أحمرهم شوي أعطيهم لون جميل، وراح أضيف مع البصل والكرات والكرفس راح أضيف بطاطا. طبعا المكونات كلها هذه لازم تكون مقطعة بشكل مكعبات صغيرة، في كذا نوع من تقطيعات، في اللي هي المربعة هذه، وفي يعني هذه يسمونها ميريبوا، ميريبوا اللي هي هالطريقة، طريقة التقطيع مثل ما انتم شايفين. نقرب الكاميرا شوي. وفي اللي هي الجوليان، الطريقة هذه او بيسموها دايس. وفي طريقة ثانية اللي هي الجوليان، تكون الشرائح رفيعة شوي. الأسماء هذه مشاهدينا أعطيكم فكرة، نبذة بسيطة عن الأسماء هذه. هاي الأسماء هذه إحنا تعلمناها من المطبخ الفرنسي. طبعا المطبخ الفرنسي اللي هو الكلاسيك، الكلاسيكي. الأسماء هذه المسميات هذه جت من عندهم هم، جوليان، ميريبوا، كلها مسميات فرنسية. ونفس الشيء في طبعا البطاطس، أنواع كثيرة من تقطيعات البطاطس، وكلها لها مسميات. إن شاء الله في الحلقات القادمة راح نعمل بطاطس وتقطيعات تشكيلة متنوعة كذا ونتكلم عنها. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مبارك عليك الشهر فيه. علينا وعليك يا رب. من معانا تعرف عليك؟ أم عمار من السويق. أم عمار من السويق، اللي اتصلتي أمس. أنا كل يوم أشارك. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، محظوظة أنت. ما شاء الله ما شاء الله. بس وإحنا بعد محظوظين طال عمرك. أكيد. الله يسلمك، تفضلي. بس كيف بغيتك تسوي بقلاوة، طريقة عمل بقلاوة. بقلاوة، إن شاء الله. إن شاء الله، حاضرين، حاضرين. شكرا، الله يعافيك. شاكر اتصالك ام عمار. ان شاء الله مشاهدينا احنا قلنا 10 الاواخر ان شاء الله راح نخصصها للحلويات والمعجنات. طبعا الحين في البدايه حطيت البصل، كرات وكرفس، وبعدين حطيت البطاطس، بعديها الجزر. طبعا يمكن تتساءلوا انتم ليش انا ما خلطت كل الخضروات هذه مع بعض وطبختها. لا، هي مراحل مشاهدينا. البصل والكرات والكرفس لازم يستووا بالبداية، وبعدين نضيف لها معاها البطاطس، لأن البطاطس والجزر بتاخذ وقت أساس الاستواء، خاصة هاي الشوربة ما إنها مثلا وجبة رئيسية، فالشوربة دائما لازم إحنا ما يعني ما تكون مطبوخة 100%، لازم تكون مطبوخة يعني نقول نص 50%، على اساس نحس فيه لما احنا بناكل الشوربه مثلا، اذا خاصه مثل الشوربات مثل هذه، فلازم احنا واحنا بنشرب الشوربه لازم نحس بي 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 بالجزر بال 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 بالبطاطا وباقي الخضروات هذه واحنا بناكلها بهالطريقه. الحين عندي انا هني مرق الخضار، راح اضيف الخضروات هذه، بهالطريقة مشاهدينا، وراح اغطيها شوي لمدة خلينا نقول 5 دقائق، خليها تستوي نص استواء. وبعدين راح أضيف عندنا الكوسة، اللي هي الكوسة والقرنبيط. طبعا هذه الخضروات هذه شوي تكون يعني طرية، يعني ما نحطها مع البطاطس والجزر، على أساس إنه نفس الشيء إحنا نبي نحافظ على لون الكزبرة، عفوا القرنبيط والكوسة. فإذا حطيناهم الحين معناته اللون الأخضر راح يختفي، فراح نضيفها بعدين. طبعا عندنا احنا خلينا نتكلم شوي عن طبعا هاي راح تكون مكملات.
عندنا طبعا مثل ما شفتوا المقادير، عندنا صلصة طماطم وعندنا الريحان، صلصة الريحان. صلصة الريحان مشاهدينا خليني أعطيكم فكرة أو نبذة عنها وطريقة عمل صلصة الريحان. صلصة ريحان جدا حلوة، هي طعمها كثير حلو. شموا معي، شموا على هاي صلصة الريحان. شموا شميتوا. طبعا الريحة هذه مشاهدين اللي شميتوها هاي ريحة تشكيلة من ريحان، صنوبر، عطشان أنا اليوم، ريقي ناشف، ريحان، صنوبر. تعرفون طبعا الصنوبر شوي، هو صنوبر غالي شوي في السوق خاصة الحين مرتفع سعره. عندنا جبنة البارميزان بالإضافة إلى ثوم مع زيت الزيتون، خلطناهم مع بعض صارت عندنا هني صلصة الريحان. صلصة الريحان هذه تقدرون تستخدموها مع باستا، تعملون باستا بالكريم، بصل، ثوم، شوية مرق خضار أو مرق دجاج، تضيفون هالصلصة مع باستا صارت عندكم وجبة. تقدرون تستخدموها مع البيتزا، تعملون بيتزا أو مع الخبز، خبز عجينة البيتزا تضيفون لها هذه، يعني بتدخل في كذا. أو حتى في السلطات، إحنا لما نعمل السلطات بنعمل اللي هو دريسنج اللي هي الصلصة حق السلطة، أو في الوجبات الرئيسية بنزين فيها الصحن، أو إنه بنعمل صلصة لمرافقة تكون مع دجاج مثلا. أيوة الحين مشاهدينا مثل ما أنتم شايفين الأمور بدأت تستوي هنا عندي، راح أضيف الكوسة وراح أضيف صلصة الطماطم ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مساء الخير عيسى. صباح الخير أو مساء الخير الحين. مساء الخير. معكم يوسف. ضيعين إحنا مع الصوم واليوم عطش. من معانا عفوا؟ أم يوسف معك. أم يوسف. أيوة، من مصنعة. والنعم فيك أم يوسف. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. الحمد لله تمام، وانت بصحة وسلامة ان شاء الله. كيف اهلنا في مصنعة؟ كلهم طيبين. انت من وين مصنعة؟ من مصنعة بالنفس. مصنعة، اوه ما شاء الله، جيران يعني. جيرانكم. عيسى بس بغيت اسأل وعندي استفسار بعد. تفضلي. بغيت اسأل، اريد طريقة التوفي، عمل التوفي اللي بالشوكليت نسويها في الحلويات. التوفي. على الكيك وكذي. التوفي؟ التوفي. ايوه التوفي. ايوه تفضلي. ايوه نعم. وعندي اقتراح بعد. تفضلي. اقتراحي، ليش ما تسوون يوم واحدة خلال الاسبوع مثلا حال مأكولات العمانية بس؟ مأكولات عمانية بس. ايوه يعني احنا نسوي اكلات عمانية. عفوا ام يوسف، احنا نسوي اكلات عمانية بس ما عندنا يوم مخصص. سوينا هو حلو كيوم مخصص اساسا، مثلا بغيت تسوي مثلا سلطة مع سلطة عمانية مثل التونة فيها واشياء كذي، او هريس مثلا. نعم. كوجبة، او البرياني او المندي. عفوا 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 شوي على المقاطعة، برياني ما عماني. برياني هندي. البرياني هندي. اوكي. أيوة. شوي طلعتي انحرفتي يعني شوي. شيء عماني مثلا اذا بغيت تسوي. ان شاء الله. مشبوس مثلا، شوى. ايوه طريقة الشوى، اللحم تبذيرته مثلا كيف. نعم. في ناس يعني حتى لو نسويها كعادة هني كل عيد، بس في أحيان شيء حبيبين بعدهم يعني ما يعرفن بالضبط. حاضرين طال عمرك. الشوى يعني. ما طلبتي طال عمرك. هاي كفكرة يعني اقتراح. إن شاء الله إن شاء الله. حاضرين طال عمرك. حاضرين. إحنا قلنا، يمكن ما تابعت أنت الحلقات الماضية، إحنا قلنا إحنا آخر 5 حلقات راح نخصصها لهالشغلات حق العيد وعيد وهالسوالف هذه. حلو بعد. وبالنسبة لسؤالك الأول كان عن التوفي. 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 أيوة. جدا سهل طال عمرك. جدا سهل. أنا راح أعمل متى يا ربي؟ تابعينا اللي هي 10 حلقات، 10 الأواخر. أوكي. وراح نعمل إن شاء الله نوع أنواع الحلويات وراح نعمل التوفي. أنا راح أعطيك الحين نبذة عن التوفي، عبارة عن سكر. خليني أشرح. أيوة. لك إياها كيف الطريقة. مثلا إحنا عندنا
على سبيل المثال انت قدام التلفزيون الحين؟ ايوه قدام التلفزيون. طيب تعالي شوي لقدام اساس تشوفين بطريقه صوره اوضح. اوكي على سبيل المثال اذا عندك مثلا هالجدر على سبيل المثال. أيوة. هذا الجدر حلو. أيوة. بتحطين السكر لهني. حلو. أيوة. المي وتضيفين المي شوي. أيوة. مجرد ان تبللين السكر فقط، المي ما يزيد عن السكر معي. اها اوكي. على مستوى السكر حلو. ايوه نفس المستوى. نفس المستوى معي. بعدين تاخذين شو اسمه الجدر خلينا على النار. اوكي على نار هاديه. ايوه حلو. وتحركين كل شوي تحركين على اساس ايش؟ أيوة. ليش؟ على اساس حواف الجدر ما تحترق. معي؟ ايوه معك. اوكي اذا احترقت الحواف هذه معناته خلاص راح يطلع لك طعم شوي محروق. معي؟ اول ما بيبدا طبعا السكر ما بيبدا يصير لونه بني فاتح يعني ميلان يعني لون يعني هاللون شايف العصير؟ لو نزل العصير. ايوه هاللون ماشي؟ لون العصير. ايوه اوكي شفته. ايش تاخذي؟ تاخذين زبده. اوكي زبده تاخذين زبده على حسب اذا لتر واحد مثل على كيلو سكر. وشوفي انا خليني اسهل لك الموضوع. كيلو سكر لتر مي، واحد لتر مي. ماشي؟ الزبدة تاخذين 50 اللي عبارة عن ايش؟ عبارة عن ملعقة طعام واحدة. زبدة يعني ما تكون شو اسمه سائلة، لا. زبدة فريش، قطعينها من الباكيت 50 جرام. بعد ما تصير عندك السكر بهاللون تضيفين الزبدة على السكر. معي؟ أوكي. حلو للحين. وبعدين تاخذين اول ما تحطين الزبده ايش راح يصير؟ راح تتفاجئي ايش راح يصير. راح السكر كامل راح يتغير لونه، راح يصير بني غامق. وانت بعد ما تحطي الزبده تحركي معي شوي شوي، وبعدين تشيل شو اسمه السكر من على النار. ايوه تاخذين كريم، لتر كريم، كريمه. معي؟ تعرفين الكريمه؟ ايوه. حلو؟ ايوه. بس هاي هني شوفي لان الكريمه اذا صبيتيها على السكر وهي بارده راح تجمد عندك وتخرب لك كل شو اسمه السكر. فايش راح تسوي؟ شوي تسخنين شو اسمه الكريمه. ماشي؟ شوي وهي حارة حطها عدد شوي دافية تكون دافية ما انها حارة دافية شوي دافية. أوكي. وتحطينها تضيفينها مع السكر شوي شوي وتخلينها في الغرفة لغاية ما تبرد وكل شوي تحركينها وصار عندك التوفي. ويعطيك العافية وصحتين وعافية. طيب احنا راح نسويها الحركة هذه. أم يوسف معي؟ أم يوسف وخلاص راحت يمكن انقطع الاتصال. شكرا ام يوسف تابعينا ان شاء الله وفالش طيب. احنا طبعا الحين حطينا صلصه الطماطم، الحين راح اضيف القرنبيط. وراح اضيف الحين اللي هي صلصه الريحان. في النهاية ايش راح اسوي؟ راح اضيف البارميزان، جبنة البارميزان. صارت عندي الحين مشاهدين احنا نسينا شيء وانتم ما ذكرتوني، نسينا الملح. قلنا اذا نقدر نطبخ اطيب اكلة في العالم بس اذا نسينا الملح معناته اقول لك اسف. مثل ما انتم شايفين الشوربة صارت جاهزة عندنا.
هذه شوربة المينستروني. صحتين وعافية. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف الحال؟ الحمد لله الله يسلمك حياكم الله. أخويا من طريقة أم علي. من معاي أفون؟ منى محمد الهادي. من وين تكلمين أخت منى؟ ولاية بركة. من وادي الصحتن. ولاية بركة. ولاية بركة. سموح ولاية بركة حياكم الله. ايش كان سؤالك طيب يا طيبة؟ طريقة أم علي. أيوة. مشاهدينا بس لو نتابع معليش أم علي عفوا أختي لخبطين الحين. بنشوف إن شاء الله راح نعمل أم علي 10 الأواخر إن شاء الله. بس الطريقة جدا سهلة. على أساس إن اختصارا للوقت عرفتي كيف تقدرين تروحين أي بقالة أي سوبر ماركت تأخذين الكروسون. تعرفين الكروسون؟ ايوه. انزين تقطعيها بشكل عشوائي تحطينها شوي في الفرن على اساس انها تيبس شوي. ايوه. او تتحمص معي؟ ايوه معي. حلو. تاخذين مثلا حسب الكميه، انا بقول لك المقادير اللي احنا بنستخدمها. لتر، كل لتر حليب 250 جرام من السكر. ايوه. وضيفين مع الحليب اي نكهه تبين، مي ورد، مي زهر، على حسب. معي؟ الو؟ انقطع، راح الاتصال. طيب بعد كذا ايش تسوي؟ تغلين الحليب حلو، وبعدين تحطين الكروسون في مثلا وعاء او قالب للفرن. حبيتوا تحطون معاها شو اسمه النارجيل المبشور، حبيتوا تحطون فيها لوز، اي نوع من المكسرات مو مشكله، حسب الرغبه. شو اسمه الزبيب، نضيف فوق شو اسمه الكروسون هذه نضيف لها الحليب، بعدين ناخذ الكريمه المخفوقه الويب كريم ونسكبها فوق شو اسمه القالب ونحطها في الفرن، يعني تاخذ لون جميل. وهذه هي ام علي وصحتين وعافيه. مشاهدينا راح نطلع فاصل قصير وراجعين. هذا البرنامج برعاية نوفل توتال هوم كونسبت. الطريق إلى الفوز تمر بي. معلومات عامة، حظ، تخطيط، العقرب. طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. الرابحين لسيارة كرايزلر 200 LX. يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع.
مشاهدينا رجعناكم، حياكم الله في برنامجكم نعمة دائمة. الحين عندي الوجبة الرئيسية اللي هي الريش مع الخضروات. مشاهدينا نشوف المقادير ونرجع. طبعا بعد ما شفتوا المقادير على الشاشه الحين راح ابدا بعمل. طبعا اول شيء الريش عباره تتبيله او مارينيشن على قولتهم بالفرنجي، يقولوا مارينيشن. طبعا المقادير جدا سهله عندنا. طبعا الريش انا احب دائما اعملها شويه ما ثوم، انا بخلط الثوم مع زيت الزيتون، فبيعطيها نكهة جدا جميلة. فعندنا هني عندنا الريش حطيناه هني مثل ما انتم شايفين، هذا الريش طلع شوية زيت زيتون، مو زيت زيتون، هذا يعني اللي هو البارفان تبع الثوم، اللي هو العطر تبع الثوم. ضيف له هني شوية حبق وحبق اللي هو الريحان. هني عندنا أعشاب مخلوطة، تشكيلة أعشاب. بهالطريقة طبعا عندنا اللي هو الفلفل، الطريقة ونضيف لها شوية زيت زيتون. نخلطهم بهالطريقة. طبعا خليهم تقريبا لمدة نص ساعة كذي على أساس إنه الريش تتشرب التتبيلة هذه والبهارات هذه. أنا بس نسيت شغلة، أنا حروح أجيب كمون وجاي، تابعوني. طبعا احب اشكر شركه جنان بهاراتها، صراحه يعني دعموني في البرنامج بالبهارات، يعطيهم الف عافيه. جنان شركه 100% عمانيه، الشباب يعطيهم الف عافيه على هالشغلات الحلوه اللي قاعدين يعملوها. نقول الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة. كلامك بخير. وانت بصحة وسلامة، نتعرف عليك. معك هاجر الرحبي. والنعم أخت هاجر، من وين تكلمين أخت هاجر؟ أكلمك من الغبرة. من الغبرة، حياكم الله. أيوه. حياكم الله. بغيت عندي ملاحظة للبرنامج. تفضلي. رقم البرنامج ما يظهر غير مرة واحدة بس. بنطلع إن شاء الله. زين، وبغيت أستفسر عن طريقة الاتشار. الاتشار؟ يعني كيف؟ أيوه. اللي يحطوه بالشمس. اللي هو بالليمون ولا بالإيش؟ ليمون أو المانجا؟ أيوه. أو الأنبة. والأنبة. بالليمون وبالأنبة. الأنبة. أيوة. إن شاء الله. الاثنين. إن شاء الله إن شاء الله. طريقة جدا سهلة، ناخذ ليمون بس. باخذ شغلة من الكبت عندي هني، نسيت. وينها؟ معي المتصلة على الخط؟ أيوة معك. أيوة. أنا راح طبعا الطريقة جدا سهلة. عندك ليمون معي؟ تاخذين اللي هي أيوة. هذه الغرش هذه أو البلاستيكات هذه، العلب، ماشي، وتقطعين الليمون على شكل زائد كذي، اوكي، علامه زائد، نصين يعني. ايوه اوكي. وتعبين هذه العلب تقريبا، ما يعني ما تكون مليانه 100%، تكون مليان يعني، ها هني تقريبا ثلاث ارباع معي. وتعملين أيوة. الخلطه، انت تعملين مي مع خلط، مع مثلا تبين تحطين فلفل هذا الاخضر، او تبين تحطين فلفل الاحمر، ومعها شويه بودره فلفل الاحمر هذا، بودره مع المي، تخلطيها وتعبيها في ايش اسمه، في العلبه هذه، وتغطينها وتخليها تقريبا طبعا نعرضها للشمس لمده اسبوعين تقريبا، وتصير جاهزه عندنا. طبعا كل ما كثرتي اشوه. ما نحط لها خل؟ خس. خل 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 ليمون. لا ما يحط لها خل، لا ليمون، هذا ليمون، ليمون يعني بروحه حامض، ما ينحط. أيوة. له يعني ما ادري، في يمكن بعض الناس يحطون له خل، بس هاي طريقتي. يمكن في ناس تحط لها خل، بس هاي طريقتي يعني. أيوة. سؤال ثاني. وطريقة الأنبة كيف تكون؟ طريقة الأنبة نفسها، بس الأنبة طبعا تشيلين منها القشرة وتقطعينها، طبعا شوي التقطيع تكون شوي على أكبر، ماشي، وعلى حسب اذا بغيتي اكبر او بغيتي. طبعا الانبه لازم يكون غض، ما انه مستوي. معي؟ ايوه. بهالطريقه. اوكي. طيب شكرا، يعطيك العافيه. شكرا شكرا اتصال. الحين مشاهدين راح اشوي الريش. طبعا المرافق مع الريش اللي هو الستاتش راح تكون ايش؟ راح تكون عندنا خضار. خضار نفس الشيء مشويه. عندنا هني طبعا مثل ما انتم شايفين عندنا هذا اللي هو المرومبو بس صغير، الذره هذا بيسمونه بيبي كون. وعندنا هني اللي يسمونها سنو بيز. سنو بيز هاي نوع من انواع الخضروات. طبعا هاي احنا سلقناها قبل على اساس تستوي بسرعه. وعندنا هني طبعا الفلفل البارد الوان. حابين تضيفون مثلا كوسه او جزر معاها، طبعا تطلع الخضروات هذه جدا جميله. طريقة مشويها. طبعا اذا عندكم شواية طبعا اكيد تعطيها نكهة جدا جميلة، اكثر من الـ من الـ من المقلاة. اكيد هو على الفحم
او على الحطب النكهه بتختلف. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ الحمد لله والله طيبين. من معانا؟ معك زيانة. زيانة كيف حالك؟ نعم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. من وين تكلمينا زيانة؟ من ولاية مضيبي. مضيبي والنعم فيكم. شيخ ممكن زيانة قبل ما تسأليني زيانة؟ نعم. في عندكم امطار في مضيبي؟ لا لا ماشي امطار الحين؟ في المكان اللي عايشين فيه احنا لا، بس يمكن في مناطق ثانيه والله لا اعرف. وين في مضيبي؟ في الافلاج. الافلاج؟ ما شاء الله، مدينه جميله صراحه، او قريه جميله. حياك الله، تفضلي حياك الله. نريد تسوي لنا عربه الحب. ايش هو؟ عربه الحب يعني من المعجنات. عذبة الحب؟ عقدة الحب. نعم. أول مرة بأمانة أول مرة أسمع عنها، عقدة الحب. يعني مفروض أن الحب يعني ما في عقدة، فليش عقدة الحب؟ أو قصدك يعني المتحابين يعني نعقدهم على أساس أنهم ما يفترقون يعني؟ ألو؟ راحت؟ راح استفسر عنها هذه عقدة الحب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاقيها، ان شاء الله افك العقدة هذه، احصلها وافكها ان شاء الله. مشاهدين حطينا طبعا الحين الخضار، والله يعني مسميات غريبة صراحة قاعد اسمع، بس حلو حلو يعني هالطريقة صراحة. مشاهدينا يعني في اسماء حلوة، ها قاعدين احنا نضيف الحين في قاموسنا يعني. نخلصها كلها مو مشكلة. يلا. الحين. شويها بهالطريقة. هاي الوجبة صراحة خاصة للي يعملون دايت مثلي يعني، مثلي يعني أنا بسوي دايت صراحة يعني، من يوم ما زارني هني الكوتش، شو اسمه الكوتش؟ خليل، أوجه له تحية، جاء خصيصا على أساس إنه يعني صراحة ما أدري هزأني، قال لي شيف إيش هذا؟ قال لي يعني أنا أريدك تكون مرة شي. قلت إن شاء الله من بكرة إن شاء الله راح أبدأ بالتمارين والدايت. مشاهدينا هاي الوجبة هذه حالي كوتش خليل، وحالكوتش خليل هذه بس يعني انا حاخذ شو اسمه كامل، وكوتش خليل بس حقك هذا بس يعني. ماشي كوتش، اذا اتمنى يكون يشوفنا يعني، ووجه له تحيه وشكرا صراحه على النصيحه، يعني يريدني اكون رفيع شيء يعني، ما ادري شو الغرض يعني، بس بس ان شاء الله كوتش حاضرين. طبعا هاي الطماطم الوان عندنا، طماطم طريقتها جدا سهلة. الحين ايش راح اسوي؟ ما حطيت السنوبر، عفوا السنوبيز، بعدين راح احطها. الحين في الفرن خليها تستوي شوي، يعني مدة تقريبا 15 ل 20 دقيقة. الحين راح أعمل أنا صلصة الكمون، حطينا الزيت وعندنا هني شوية بصل، بهالطريقة الطريقة
نضيف لها الأعشاب. شوية ريحان أو الحبق. الحبق ولا الحبق؟ الكمون أو الكيومن. نكهة الكمون صراحة جدا رائعة. الحين نضيف لها شوية مرق خضار. طريقة شوية ملح جدا رائعة مشاهدينا. الريحة النكهة جدا لذيذة. إذا حابين ضيفوا لها شوية كريمة طبعا سوري اذا حطينا كريمه معناته ما في دايت، معناته بلاها الكريمه. بهالطريقه الصلصه صارت عندنا جاهزه. ناخذ مكالمه. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. عطيني كيف عيسى. الو الو الو، مرحبا. معك يا فهد. يا هلا اخوي فهد، كيف حالك؟ يا هلا كيف عيسى. كل عام وانت بخير وانت بصحه وسلامه ان شاء الله. من وين تكلمنا اخوي فهد؟ من عبري. والنعم. وين من عبري؟ والنعم بحالك، مرتفع بالنفط يعني. والنعم، حياك عبري بالنفط. تفضل اخوي. لا فضلك، بس يا ريت لو تفيدني بخصوص خلطة الشواء. نعم. احنا يمكن في الظاهرة نعملها بطريقة ثانية، وفي ناس ولايات ثانية بيعدوها بطريقة ثانية. يعني في ناس بيعدوها في نفس اليوم اللي بيكون فيه الشواء يعني. هو صحيح؟ في ناس بيعدوها قبل بيومين. نعم. الأصح وين؟ والله الأصح أنت اللي تقول لي، أنت اللي إيش تحب؟ يومين من الأربعين يعني يوم. بعطيك الطريقة اللي احنا نسويها يعني، احنا طريقة يعني ممكن تخلف عن. شوف أخوي، يعني المطبخ أو الطبخ مثل البحر، عرفت كيف؟ والبحر مليان بأنواع الأسماك، صح؟ نعم. في كذا طريقة، يعني هذا شيء طيب، شيء صحي، إنه مثلا عندكم في عبري تختلف عن مثلا في الباطنة، والباطنة تختلف عن الوسطى، والوسطى يختلفون. المكونات تفرق، المكونات نعم تفرق. بس في النهاية شوى يعني، الكل يسميها شوى. الحرب الداخلية. نعم. مكونات الخلطة هذه تفرق عن احنا في. نعم صحيح يعني. صحيح اخوي يعني تابعنا ان شاء الله، احنا راح نسوي ان شاء الله الخلطات الشوى، بس الخلطة اللي راح اسويها انا، هذه الخلطة اللي انا اسويها، هي طريقتي. هذه خاصة يعني شيف عيسى؟ اي نعم. يعني ان شاء الله بتزورني المطعم ان شاء الله. لكن هذه طبعا تجهزها في نفس اليوم الشوا ولا قبل؟ لا لا يا طول العمر، انا الخلطه هذه اخليها عندي مده اسبوع. اللي انت بتسويها يعني؟ اللي اسويها انا اخليها اسبوع، اخليها تريح شي اسبوع بس. يعني تخليها مثلا قلت تخليها يعني. هي نعم، مده اسبوع. ايوه اسبوع. هي نعم. ايوه، اذا كان فيها تمر بعد افضل، يكون هي الطريقه يعني. والله على حسب، انت شوف المقادير ان شاء الله، تابعنا يا طويل العمر وان شاء الله فالك طيب. عمرك طويل ان شاء الله. تستفيد باذن الله. شاكر اتصالك اخوي. احسن. كل عام وانت بخير. مشاهدينا طبعا احنا عملنا
الريش في الفرن الحين مع الخضار خليها تعيش هناك تستوي على راحتها. الحين عندنا اللي هي الوجبة الرئيسية، الوجبة الثانية نشوف المقادير ونرجع. مشاهدينا شفتوا المقادير على الشاشة، والأكلة هذه جدا سهلة وسريعة. حطيت شوية مي على أساس إنه الجدر كان ساخن، لأنه خطر إذا حطينا الزيت عليها شوي ممكن تحترق تعمل لنا مشاكل. طبعا عندنا صدر دجاج نقطعها بطريقة طولي مثل هل هالطريقة يسمونها اللي هي الجوليان، طريقة الجوليان على هالشكل شرائح رفيعة طويلة بشكل طولي. بعد كذا راح اقطع الفطر في الزيت، زيت الزيتون، وبعدين الكرات والكرفس والبصل. ما ننسى الثوم. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. معك ام صندوق من العمارات. عفوا، معك ام صندوق من العمارات. ام صندوق مرحبا بك. ام صندوق نعم. كل عام وانت بخير وانت بصحه وسلامه ان شاء الله. الله يسلمك، تفضلي ام صندوق. والله حابة تسوي لنا وجبات بالتوست بريد. وجبات ايش عفوا؟
بالتوست بريد. بالتوست بريد، وجبات بالتوست بريد. ايه. طيب انت ايش تسوي بالتوست بريد؟ اعتقد كلها سندويتشات بس. ايوه مثل مو سندويتشات، هو يكون مثل طبقات المكرونه بالبشاميل، بس بدل لا يكون المكرونه تكون توست. اي نعم، تعرفي هالحركه هذه في مره استوقفوني في مهرجان مسقط خوات من صلاله، من صلاله عندهم نفس الطريقه هذه بالتوست، يسمونها بسم الله الرحمن الرحيم دلوعه ماما اعتقد يسموها. والله حلو كان يسمونها. اسمها دلوعه ماما. اعطوني المقادير تقريبا نفس شبيهه بهذه، بيضيفوا لها بيض وهالحركات. تعرفين الثريد، ثريد العماني؟ ايوه. نفس الشيء احنا بدل ما بنحط اللي هو الخبز، خبز الخال، نقدر نضيف بدلها يعني بدال الخبز الخال نحط شو اسمه التوست، بس يكون الاسمر يعطيها نكهه جميله صراحه. انا جربتها مع الخبز الاسمر. السؤال ايش ثاني؟ والله هذا هو، بس كنت حابه اشوف بس الحشوات ثانيه تكون، مو تكون في حشوات يعني معينه بس، وفي الطرق الجديده والله تكون في الفرن وكذا يعني. عفوا انا ما سمعتش، ما واضح صوتك. حشوات ايش عفوا؟ تكون في الفرن، هي تكون اكثر شيء يعني، بتكون الصينيه مصفوفه وتحم. شوفي بالتوست تقدرين تعملين نوع من انواع الحلويات نفس الشيء، اسمها بريد اند باتر بودينج. ايوه بريد اند باتر بودينج. الطريقه الثانيه انك تعجنها للتوست يعني تحلشها وكذا. نعم صحيح صحيح. شوفي احنا بنعمل مع السمك نوع من انواع السمك، احنا بناخذ الخبز، شوفي احنا في الفنادق والمطاعم لما يكون عندنا هذا الخبز يعني الباقي من البوفيه بناخذه ونحمصه، اوكي؟ وبعدين طبعا نخلطه بالخلاط، اوكي نبشره يعني، ناخذ منه نعمل منه اللي هو بريد كرام اللي هو البقسماط، بس الخبز الاسمر نفصله عن الخبز الابيض اللي هو التوست. الخبز الابيض ايش نسوي فيه؟ نخلطه مع البارميزان تشيز والريحان والعشاب هذه معي، وبعدين مع الزبده شويه زبده، ونعمل منها نعمل عجينه، نعملها نعمل عجينه. من العجينه هذه نعملها شرائح نخليها فوق السمك معي، وندخلها الفرن فبتستوي مع بعض، تطلع يعني السمك نكهه جدا جميله صراحه. تمام ان شاء الله بجربها وان شاء الله. بغيتي ايش عفوا؟ الو الو اقول خلاص ان شاء الله راح اجربها ونوريكم اياها ان شاء الله. لا ان شاء الله، ان شاء الله تذوقين اياها ان شاء الله. ان شاء الله ولا يهمك. شكرا شكرا، يعطيك العافيه. شكرا اتصالك. شكرا مع السلامه. هي هذه صلصه الفطر لها الكريمة. وأضيف البارميزان تشيز. طبعا ما ننسى الملح. عندنا هني الباستا، الباستا اللي هي احنا اخترناه اليوم، اخترنا الفوسلي او فوسيلي بهالطريقه هذه. احنا تكلمنا عن الباستا انواع المعجنات الايطاليه، فهي هذه الباستا الفوسلي.
هذه احنا سلقناها تقريبا نص استواء، يعني هذه طبعا ما تزيد عن 5 دقائق لسبع دقائق تقريبا. طبعا الماء يكون حار، معاها شوية ملح. فالحين راح اشوف ايش صار نضيف زبدة عشان النكهة. شوف الفرن ألوان جميلة مشاهدينا. صحتين وعافية. بهالطريقة هاي عنا اللي هي الباستا مع صلصة دجاج الفطر. زينها بارميزان تشيز. مشاهدينا هذه كانت الوجبات اللي عملناها اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. نلتقيكم بكره ان شاء الله ونعمه دائمه. كل عام وانتم بخير، الى اللقاء.
هذا البرنامج برعايه